نظم مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقته الثانية في الفن التشكيلي، والتي تتضمن عمل لوحة فنية بها رسالة لغرس قيم الانتماء والمواطنة الصحيحة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة. المسابقة الفنية لمركز حوار الأديان بالأزهر الشريف تؤكد على أن الدين الإسلامي يشجع على الفن والإبداع الذي يرتقي بالذوق العام، حيث أن هناك العديد من المدارس الفنية الإسلامية التي تركت أثرها الواضح على تاريخ الفن وساهمت في الارتقاء بمستوى الفن عالمياً. المسابقة الفنية لمركز حوار الأديان بالأزهر الشريف تؤكد على أن الإسلام لا يوجد فيه أي تعارض مع الفن، وأن خروج مثل هذه المسابقة من داخل أروقة الأزهر الشريف يعكس رؤية الإسلام وتقديره للفن الهادف الذي يرسخ لقيم الانتماء ويعزز قيم المواطنة. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، والحقيقة دايما بنتكلم عن دور القوى الناعمة في نقل الرسائل بالنسبة للعالم عن العديد من المواقف الخاصة بالدولة المصرية، والفكر الإرهابي ومقاومته بيتم من خلال العديد من الآليات، الأمن والأمان من خلال الأجهزة الأمنية المتعددة، لكن كمان زي ما بنقول إن القوى الناعمة عليها دور كبير جدا والمؤسسات عليها دور، ولما تمتزج المؤسسات الدينية مع القوى الناعمة بالتأكيد الرسالة هتكون رسالة ذات مغزى وذات معنى كبير جدا، وده اللي تم من خلال مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف لما قام بالفعل بعمل مسابقة للفن التشكيلي. هذه المسابقة بتعد هي المسابقة الثانية اللي بتتم من قبل الأزهر الشريف، وشارك فيها زي ما قلنا في بداية لقائنا مع حضراتكم النهاردة عدد كبير من الشباب ومن الفتيات، مش بس الشباب والفتيات المسلم، ولكن أيضا كان هناك عدد من الشباب المسيحي، وده بينقل فكرة للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان والمواطنة، وأن بالفعل الدين الإسلامي ليه مفاهيم مختلفة عن الفكر الإرهابي والتطرف اللي بيحاول البعض أن هو يشيعه عن هذا الدين، وزي ما قلنا بالفعل الدين منهم براء. خلونا نتعرف أكثر عن هذه المسابقة، الفكرة منها وإزاي تم تنظيمها وإيه الرسالة الخاصة بيها، وبيتم نقلها من خلال ضيوفي اللي مشرفيني في مصر جميلة. برحب بالأستاذ سعيد عبد العزيز صاحب فكرة مسابقة الفنون التشكيلية بالأزهر، والأمين العام للمفوضية الأوروبية العربية
للاعمال الانسانيه ببروكسل. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا وبنحيي حضرتك على هذه الفكره. شكرا. كمان معايا مع حضراتكم النهارده يعني اثنين من المتسابقات اللي شاركوا بالفعل في هذه المسابقه وحصدوا الجوائز، الجائزه الاولى والجائزه الثانيه. معانا الحائزه على الجائزه الاولى النهارده الطالبه منى مصطفى الفائزه بالمركز الاول في المسابقه. اهلا بيكي يا منى. وكمان شيماء عبد الرازق الفائزه بالمركز الثاني في المسابقه. اهلا بيكي ومنورينا، مبروك. الله يبارك. طيب نبتدي بقى مع حضرتك يا فندم ونقول فكره المسابقه، فكره ان يقيم مركز حوار الاديان مسابقه للفن التشكيلي، حضرتك صاحب الفكره جت ازاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. المسابقه كانت وراها قصه جميله قوي. من خلال قراءتنا لقينا ان الازهر الشريف بيقيم مسابقات فنيه خاصه بالجرافيك او باللغه العربيه. الحقيقه كان حلمي زمان، كنت نفسي اشوف الازهر. انا مش بشتغل في الازهر، لكن كان نفسي ان احنا نغير المفهوم، وبالذات في دول الخارج بحكم غربتي في ايطاليا، ان الازهر غير منغلق، ان الازهر بيحتوي كل الفنون طالما لم تخرج عن الاطار الهويه المصريه والمنهج الديني. فقلت ليه لا نعرض حاجه زي كده. الحقيقه نزلت من ايطاليا، كان السنه اللي فاتت، فورا وصلت لمركز حوار الاديان. الحقيقه لقيت المركز مش واخد الزخم الاعلامي للي بيقوم بيه. تقابلت مع الدكتور كمال بريقة منسق عام مركز حوار الأديان، وكانت أنذاك سيدة الفاضلة علي خطاب، وقلت لهم احنا نفسنا نشوف فن تشكيلي، رسومات بورتري طلع من الأزهر طالما لم نخرج عن العنوان، وكان التعايش ما بين الأديان. وكانت الفكرة حلوة الحقيقة. هم يعني استغربوا وقالوا احنا حاجه زي كده جديده، وكان لازم ناخد رعايه الامام الاكبر طبعا. الحقيقه انا كتبت كلمه قلت عند الشيخ الطيب وجدنا كل طيب. الحقيقه انا دخلت المكتب عنده حسيت بايجابيه وبطاقه سبحان الله. عرضت عليه قلت له مولانا احنا عايزين نعمل المسابقه بالشكل الفلاني بالفن التشكيلي. وكان يحضرني موجودة الدكتورة نهلة السعيدي عميد كلية العلوم للدراسات الإسلامية. قال لها ماذا رأيك يا دكتورة؟ قالت له الفكرة جديدة والأزهر بيحتوي الفنون وبيرعاها. دي صورة حضرتك مع فضيلة الإمام الأكبر؟ الحقيقة خدت الموافقة مباشرة وقال لي على بركة الله. نمت الفكرة، أصبح مركز حوار الأديان شعلة نشاط بعد التفويض وبعد رعاية الإمام. الحقيقة ما كانتش، كان مولود جديد، فكانت الناس مستغربة، ما كانتش مصدقة. بقيت أصر إن إحنا هنطلع. الحقيقة في الاتجاه التاني كان في مجموعة شباب فنانين يمكن ما حدش في المجتمع المصري يسمع عنهم، لكن أنا وجدت فيهم فنانين من جميع الأعمار، عندهم رسالة وعندهم فن راقي وعندهم فن جميل عايزين يظهروا. فما بالك لما تكون أول مسابقة تطلع من الازهر الشريف، هنقول المؤسسه الدينيه الوسطيه اللي كلنا خدناها معانا اثناء غربتنا، كنا سفراء من خلاله، كنا بنتحدث من الدين من خلال المراجع بتاعته. فاز من فاز، وجينا بلجنه حكام دوليه كان يرأسها مصري فنان عالمي بلجيكي في المسابقه الاولى، وطلعت في ازهى صورها. الحقيقه السنه الثانيه اللي هو السنه دي كان المجهود مضاعف، ازاي نخرج المسابقه ديت وتكون على مستوى الحدث. تمام. قلنا نضيف للمسابقه، الحقيقه دخل فيها مسلم ومسيحي، وكانت موافقه الامام عندما قلت له اتمنى ان احنا يكون نسيج الامه، قال لي وماذا ولماذا لا ونحن جميعنا مصريون. الله. خدنا العنوان واسع الافق، يمكن بعض الفنانين لم يتفهموا عنوان المسابقه. الفنان معروف ان هو بيرسم اي مسابقه دينيه،
هو بيخص الأزهر الشريف وبيخص شيخ وأنبا. ده التقليدي بتاعنا بتاع اللوحات. قلنا لا، احنا هنعمل غرز القيم والانتماء والمواطنة الصحيحة. ده كان عنوان المسابقة. ده كان عنوان المسابقة. فجم الفنانين سألوا يعني ايه العنوان؟ قلنا من خلال مدرسة جميلة نظيفة بيزود انتمائي والمواطنة عندي، شارع نظيف تعايش ما بين الأديان، الريف المصري. وكل فنان بيصغها برؤيته أو بطريقة تعبيره عن هذا المعنى، ازاي شايف المعنى ده وازاي حاسس بيه، وده اختلاف فنان عن فنان آخر. الحقيقة الفنانين، وعايز أضيف لحضرتك مفاجأة قبل ما أتكلم في الرسالة المقصولة بيها، إن كانت عندنا مفاجأة بنت جميلة 10 سنوات ونص. دي كانت مشاركة في المسابقة؟ دي كانت وحصدت المركز الثالث وانتزعته من كبار فنانين موجودين معاها. والله حقيقة خلتنا نكسر القاعدة، وأصر رئيس اللجنة، سيد رئيس اللجنة كان الفنان الكبير جلال جمعة، وكان معانا أستاذة الجمال في كلية جامعة الأزهر دكتورة وفاء محمود، وكان معانا الفنانة الكبيرة فدوى، وكانت اللوحة الجميلة دي اللوحة بتاعتها التالتة. دي اللوحة لا دي اللوحة الصغيرة، اللوحة الصغيرة، الصغيرة دي يا ريت برضو نشوف اللوحة الصغيرة، لأن دي اللي فازت بيها بالمركز الثالث. طفلة عندها 10 سنين فازت في المسابقة. اللوحة موجودة مع حضراتكم على الشاشة. والجميل بقى ان يبقى ده فكر طفلة عندها 10 سنين واخدة عنوان الانتماء وغرس المواطنة. الحقيقة هو ده اللي احنا عايزينه في اطفالنا كمان. يمكن المتسابقات الجميلات اللي موجودين معانا هم فتيات على قدر كبير طبعا من التعلم، ولكن الطفل لما يطلع من هو صغير هو ده المقصود. منا 16 سنة يعني، بس 10 سنين اكيد اصغر. 10 سنين وده مهم جدا في الاجيال الجديدة. هي في نقطة فندم، هي احنا كان السنة دي الجديد كمان قلنا لكل فنان يكتب انطباعه وهو بيرسم اللوحة بتاعته. تمام. انا يعني عايز اخد فكرة من حضرتك عن عدد اللي شاركوا في المسابقة قد ايه، وطبيعة التنظيم كان ازاي. الحقيقة كان عدد المتسابقين، لان احنا عملنا فلتر، عملنا اللي هي اللوح اللي تناسب العنوان، وكان حوالي فوق 35 شخص. 35. والحقيقة كانت كلهم اعمال، في النتيجة في لجنة التحكيم كان كلهم نص بوينت فرق، يعني الكل كان فائز، وكان ده كان شعارنا ان الكل فائز في المسابقة. انا شايفة الحقيقة ان اللوحات كلها جميلة فعلا قوي. وخلينا بقى نشوف يعني اللي فازوا بالمركز الاول والمركز الثاني. منا فزتي بالمركز الاول، عرفينا على نفسك ودراستك ايه وهواياتك الفنية. انا بدأت دلوقتي في تالتة ثانوي. الاسم بالكامل بقى كده عشان الناس تشوفك وتعرف منا، وننتظر الفنانة التشكيلية في المستقبل. اسمي منا طلال مصطفى، تالتة ثانوي، يعني بعد 6 سنين برسم دلوقتي. انت خلصت ثانوية عامة ولا لسه؟ لا لسه في تالتة ثانوي ان شاء الله. بقى 6 سنين برسم. انا واخداه يعني ايه هوايه من وانا صغيره. شاركتي قبل كده في مسابقات وانت في المدرسه يا منى؟ يعني خلال المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه؟ لا كان في فتره الثانوي بس. ثانوي يعني. انت ثانوي ازهري ولا ثانوي عادي؟ عام. ثانوي عام. عرفتي المسابقه ازاي؟ انا لا يعني علاقتي بدكتور باستاذ سعيد يعني كويسه، فهو قال لي لما عمل المسابقه فقال لي عرض عليا. تمام. فانا اشتركت معاه. طيب هرجع اتكلم معاكي بقى عن العنوان وازاي فكرتي فيه، بس برضو اتعرف على الفائزه بالمركز الثاني شيماء. اتفضلي قدمي نفسك. انا شيماء عبد الرازق، خريجه كليه دار علوم، عندي 30 سنه. دراستي ما كانش ليها دعوه خالص بمجال الفن ولا الفن التشكيلي. انا دراستي لغه عربيه. ابتديت رسم من حوالي 5 سنين تقريبا. اشتركت في كذا معرض. وانت صغيره في الابتدائي واعدادي ما كنتيش؟ لا كان عندي حب للرسم طبعا وانا صغيره، بس ابتديت اخد الخطوه جديا من 5 سنين تقريبا. ابتديت في الاول بورتريه، بعد كده دخلت في الالوان الزيت، بعد كده عملت لوحات بقى اللي هي البورتريه مع الميكسد ميديا اللي هي اللوحه اللي انا عملتها. عرفتي برضو المسابقه ازاي؟ عرفت المسابقه عن طريق استاذ سعيد.
عرضها يعني عليا، وطبعا رحبت جدا رحبت جدا بفكره المستودع ده. يخليني اسال استاذ سعيد، يعني واضح ان حضرتك اللي كنت سبيل الدعايه عن المسابقه، واعتقد ان يعني لو كان في دعايه بشكل اكبر اكيد كان هيبقى عدد المشاركين اكبر. حضرتك قلت لي 35 اللي شاركوا في هذه المسابقه، ازاي تم الاعلان عنها؟ هل بالجهود الذاتيه زي ما حضرتك عملت، ولا كان في طرق معينه للدعايه والاعلان عن هذه المسابقه؟ انا عايز اقول لحضرتك المجتمع المصري عامه السوشيال ميديا بالنسبه له النمبر 1 الفيسبوك طبعا. والحقيقه انا كنت شفت الفنانين، يعني انا يمكن تبنيت 90 فنان وفنانه من خلال رؤيتي المعرض كان موجود في مصر هنا، وانا مش فنان لكن ممكن اكون متذوق الفن. حضرتك بتتذوق الفن، فشفت فيه صرخات فنانين عايزين يظهروا للمجتمع المصري. الحقيقه انا نزلت على الصفحه بتاعتي وشيرت، لقيت تفاعل، بدانا نعمل جروب لكل المشاركين، لان هو كان على مستوى، حتى بدات اعمل كمان الدعايه على مستوى المدارس للاطفال الصغيرين. احنا كسرنا قاعده السن، قلنا خلينا السنه دي طفل بيحبو. انا يعني انا املي وطموحي يعني الحمد لله ربنا يديني يعني العمر للسنه الجايه ان شاء الله. احنا السنه الجايه تبقى على مستوى العالم، على مستوى الدول العربيه والدول الاوروبيه، يشارك فيها كل ما هو محب للفن. ما كنتش اتمنى ان يكون العدد صغير. ليه؟ لان كل ما العدد زاد كل ما المسابقه زادت انتشار وزادت اتساعها وزادت الدعايه ليها. والحقيقه من ضمن امالي او حلمي الاكبر ان يدخل رعاه، والدليل ان احنا انا كامين امين عام مفوضيه اوروبيه عربيه في بروكسل، حقيقه نزلت السيده جيهان يحيى ثابت المدير التنفيذي للمفوضية لأنها انبهرت بالمسابقة، والحقيقة كانت برضو مفاجأة إن هي عملت شهادات تقديرية لكل المشاركين في المسابقة وليس الفائزين فقط، مع هنقول مكافأة بسيطة لكل شباب فنان شارك. وعايز أقول لحضرتك على حاجة أهم، إن السنة دي الأولاد اللي شاركوا السنة اللي فاتت تعمدوا إن هم ما يوصلوش للعمل كي يفوزوا. فأنا سألت إحدى الفنانين دكتور صيدلي، قلت له أنت ليه مش مشارك بعمل قوي السنة دي؟ قال كي أعطي لغيري فرصة. أنا شايف إن المسابقة كان ليها معاني إنسانية كبيرة جدا، محبة الشباب لبعضهم، الكل كان شعارنا الكل فائز، مش شرط مين اللي يفوز بالمبلغ المالي أو المركز. كان أنت عارف حضرتك أيام زمان لما كنا بنحب بعض مش عشان خاطر مصلحة، بنحب بعض عشان كلنا عايزين ننجح. أنا شايف وده الجيل اللي طالع، يمكن حضرتك شفتي إن الأعمال اللي فازوا ثلاث أجيال مختلفة، جيل 10 سنوات، جيل 16 سنة، جيل 30 سنة. إحنا كسرنا السنة دي مفهوم إن الفن حكر على عمر معين، بالعكس إحنا دخلنا كمان مفاجأة، كان في طفل عنده 7 سنين وكرم السنة دي. اكتشفنا ان احنا غالبية القائمين على الازهر عندهم ذوق فني رائع زي السيد وكيل الازهر، اصر ان نشوف اللوحات ولقيناه بيحط التاتشات النهائية بتاع، يعني انا شفت ان في جروب عمل كان بيتعمل تيم ورك على اعلى مستوى عشان نوصل للمسابقة. الحقيقة انا شايفة ان اكتر حاجة يعني ملفتة للانتباه هي الرسالة من خلال هذه المسابقة للعالم كله. رسالة يمكن احنا بنقول ان تجديد الخطاب الديني وغيره وتصحيح المفاهيم الخاطئه، هنا دور القوى الناعمه بانها بتصحح هذه المفاهيم عن طريق الاجيال المختلفه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، كل واحد بيعبر بوجهه نظره. خلوني بقى اعرف وجهه نظر منا وشيماء وهم بيتناولوا موضوع المواطنه، وزي ما حضرتك برضو قلت ان هي اجيال مختلفه، 10 سنين 16 سنه 30 سنه، كل واحد بيكون لي رؤيته. ابدا بمنى، لما عرفتي العنوان فكرتي ازاي هعبر عنه؟ هو انا اول حاجه جت في دماغي ان انا اعبر عن الحاجات اللي في مصر، يعني الملامح اللي في مصر وكده، فانا قعدت ادور على ملامح بنت يعني تكون مصريه شكلها حلو، فما لقيتش، فاخترت ان انا اعبر عن بملامح انا. ملامحك انت ملامحك مصريه جميله.
فحبيت وانا عشان كمان من اسوان فدخلت معالم اسوان في اللوحه والاهرامات وكده. فانا حبيت ان انا اعبر عن مصر والوطن والانتماء بتاع كله عن طريق انا. انا حابه ان اللوحه برضو تظهر على الشاشه. دي اللوحه بتاعتك يا منى، دي اللوحه اللي فازت بالمركز الاول واللي زي ما شفنا وتابعنا اللي رسمتها منى واخدت المركز الاول. شيماء، دي اللوحه اهي صح كده يا منى؟ دي لا، دي لوحه منى. تمام اوكي. شيماء، كلميني عن اللوحه بتاعتك كمان، ازاي فكرتي ورسمتي ايه؟ اول حاجه جت في بالي ان انا اظهر ازاي اظهر الهويه المصريه في اللوحه. تمام. وان انا ابين قيم الانتماء والمواطنه فيها. فاول حاجه جت في بالي شخصيه البنت النوبيه السمراء الجميله. دي اول حاجه انا قلت هعملها. انا اسلوبي الميكسد ميديا مع البورتريه. فانا دخلت الستايل بتاعي مع العناصر اللوحه كلها. عملت شكل البنت النوبيه والحلق بتاعها عملته على شكل علم مصر، ودخلت طبعا بعض خامات من البيئه عشان تعمل تناغم لوني في اللوحه، واعتمدت على اللون الازرق طبعا بيرمز للهدوء والسلام، واللون الاحمر على الدفء يعني مصر. نشوف برضو اللوحه بتاعت شيماء اللي فازت بالمركز الثاني، ولوحه جميله جدا بتعبر برضو عن مصر والفتاة المصرية والمرأة المصرية بشكل كبير جدا. دي لوحتك اهي شيماء. جميلة جدا جدا. الحقيقة يعني انا شايفة ان الفكر قريب من بعضه، ولكن في النهاية هي رسالة زي ما قلت، رسالة للعالم كله. مصر كل شعبها بيؤمن بشكل كبير جدا بان احنا شعب واحد. لما تكون الرسالة دي نبعة من الأزهر الشريف اعتقد ان المغزى واضح جدا. يعني احنا بنشكركم على هذه المسابقة وفي انتظار الجديد بقى يا استاذ سعيد. اسمحي لي في عجالة سريعا فضل. سريعة، هي رسالة كانت ثلاثية الأبعاد، وانا عايز اخذ من كلمة السيد رئيس الجمهورية ان ليس شرطا ان تكون ذو منصب او صاحب مسؤولية انك انت تؤدي الفكر الجديد يخدم وطن يساعد في تنمية المجتمع. وعلى فكرة هي إعادة لصياغة العقل المصري، نعود تاني للأيام الزمن الجميل، أيام الانتماء والمواطنة الصحيحة. بشكر كل اللي قايمين واللي قاموا بالجهد على إنجاح هذه المسابقة. بشكر كل مركز حوار الأديان، بشكر اللجنة، بشكر الإمام الأكبر ربنا يديله الصحة. طبعا احنا كمان بنشكرهم جدا على هذه المسابقة وعلى هذا الفكر، و زي ما بنقول دي مسؤوليتنا كلنا كمصريين. النهاردة أصبح هناك منظومة متكاملة من المواطن، من المؤسسة، من القيادات اللي موجودة، إنها بالفعل تعمل في تناغم شديد جدا من أجل يعني إرسال رسالة للعالم كله بشكل صحيح وبشكل يوضح المفهوم الصحيح للدين الإسلامي وللمواطنة في مصر بشكل جيد. أنا بشكر حضراتكم مرة تانية على هذا الجهد، ومزيد من التوفيق بإذن الله في كل المسابقات القادمة. بشكر حضراتكم. ولسه مع كل مشاهدينا هناخد فاصل، بعد الفاصل نتكلم كمان عن موضوع مهم جدا، كيفية الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصالح اللي بتقوم بيه الدولة المصرية في هذا التوقيت، والعائد الخاص بيه سواء على الفلاح أو على الاقتصاد المصري. أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح، وحي على الفلاح وأبو زرع طيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر.
إن خطورة البناء على الأراضي الزراعية تصاعدت منذ عام 2011 بصورة كبيرة، فالتعدي على الأراضي الزراعية يؤثر على الأمن الغذائي ويهدد الدولة. ووفقاً للبيانات الصادرة من وزارة الزراعة، كشفت أنه بلغت أكثر من 1,900,000 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، مما ترتب على